محمد رسول الله لا إله إلا الله والقرآن كتاب الله لا إله إلا الله للأمة المسلمين وللعرب هذا كتاب الله يحرق كالحطب أين السيوف المشرعات لنصره تبت يداه من اعتدى بل ألف تب تبت يداه من اعتدى بل ألف تب هذه الحجاز وأرض نجد ها هي بيروت مصر والجزائر آتية وستعصف تونس بالرياح العاتية يمن تقول إلى الطغاة تعاليا من كل فج قد أتت ثوراتنا لا ينطفي في صدرنا هذا اللهب تبت يداه من اعتدى بل ألف من مغرب العلياء حتى كوفة باسم العروبة سوف تنهض ثورتي ها هم خليج الضاد لبوا دعوتي والقدس قدسي بل دمشق حبيبتي مثل الأصابع في الأكف توحدوا طال الرجاء من فيه تمردوا الظالمون المعتدون توعدوا من أجل قرآن الإله توحدوا لموا شتات العزم ثم تشهدوا يا أمة طال السبات إلى متى سيفوز في تلك السفينة من ركب تبت يداه من اعتدى بل ألف يا أمة ما من جبين يعرق قد مزقوا قرآنها وتمزقوا أسف بها حتى الكرامة تسرق فرعونها من صمتها لا يغرق بل أين هيهات الحسين وصوته أمن الحمية للأعادي تغتصب تبت يداه من اعتدى بل ألف لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله والقرآن كتاب الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم أيها الأخوة المواطنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من صوتكم من استوديو التاسعة من قناة الفلوجة الفضائية الغراء أيها الأخوة المواطنون الإمام الحسين عليه السلام هو سبط نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الإمام الحسين عليه السلام ليس ملكا لفئة أو جهة أو طائفة أو قومية إنما هو ملك بثورته المباركة ضد الظلم والفساد وبسيرته العطرة لكل المسلمين ولكل المؤمنين حتى لو كانوا من ديانات أخرى اليوم أحيا المؤمنون بالملايين أحيوا ذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء في العاشر من محرم الحرام وهذا العام كما الأعوام الأخرى لكن له ميزة خاصة ومتميزة وهو أو هذه الميزة تتمثل بأن وزارة الداخلية استنفرت كافة جهودها بشكل متميز جداً وأعطت إحساساً وشعوراً لكل الزائرين عن الأمن والأمان في بلادنا بإذن الله تعالى المقاتل وزير الداخلية المقاتل البطل الفريق أو الركن عبد الأمير الشمري وأبرز القيادات في وزارة الداخلية اليوم كانوا موجودين بل شاركوا المؤمنين
بإحياء ركضة طويريج نصرة للإمام الحسين عليه السلام وثورته المباركة. خلينا نشوف. وأيضا لا بد من القول بأن هناك إشراف مباشر في خلال كل هذه الأيام منذ بدء الزيارة مع مطلع شهر محرم الحرام إلى اليوم، ولا نكشف سرا إذا قلنا، ولو هو يعني المقاتل وزير الداخلية عادة ما يريد أن يكون الحديث عن دوره بقدر ما يكون الحديث عن دور كل منتسبي الوزارة قادة وضباطا ورجال الشرطة ومختلف مديرياتها الذين كانوا ساهرين لخدمة الزائرين ولإعطاء صورة مستمرة إن شاء الله من الأمن والأمان. لكن لا نكشف سرا بأن إذا قلنا بأن وزير الداخلية صار له تقريبا راح يصير له 36 ساعة لم يذق طعم النوم، لأنه كان منذ أول أمس وأمس بشكل مباشر يشرف حتى ظهيرة هذا اليوم ويتجول مع قيادة العمليات ومحافظ كربلاء المقدسة وجميع قادة قواتنا الأمنية الذين يشرفون على هذه الممارسة وعلى هذه الطقوس الإيمانية. فصار لأكثر من 36 ساعة منايم، وهذا يحسب إلى إن شاء الله ومأجور على هذا التعب ومأجور على هذا الجهد الذي أعطى صورة متميزة ولله الحمد عن هذه الزيارة لكل من شارك فيها ولكل أيضا من تابع هذه الجهود لوزارة الداخلية. حقيقة أيضا عندما نتحدث عن هذه الإمكانية الكبيرة التي تمثلت هذا العام بتوفير كل الأجواء المناسبة للزائرين، نستمع أيضا إلى المقاتل سيادة اللواء الدكتور سعد معا وهو يتحدث عن الخطوات التي قامت بها الوزارة لتأمين هذه الزيارة. خلينا نشوف المقاتل البطل سيادة اللواء سعد معا. الحمد لله الخطة تسير على ما يرام وفق ما مخطط لها من ناحية الاستخبارية واللوجستية والخدمية والنفسية بإشراف مباشر من قبل السيد وزير الداخلية، وأيضا تواجد الأخوة القادة والتشكيلات الساندة وأيضا قيادة العمليات المشتركة. الحمد لله لا توجد أي خروقات أمنية. أيضا مرور عامة تبذل جهود كبيرة، يعني تشكيلات ساندة أيضا كانت حاضرة من المرور، من وكالة شؤون الشرطة، من الأخوة في وزارة الدفاع والحج الشعبي والعتبات المقدسة. ونحن الآن يعني على الساعات الأخيرة ركضة طويريج، والعدد يعني كما نرى أنه أكبر من السنة الماضية، وأيضا هي إن شاء الله سوف تعطينا بوابات للزيارة الأربعينية وبالتالي تطبيق الخطة اللي يبدأ من 1 محرم للانتهاء من الزيارة الأربعينية. توقعات للأعداد؟ يعني اتوقع يعني العام الماضي تراوحت بين 26 الى 25 مليون، نتوقع هذه السنه تكون اكثر ان شاء الله. في الاربعينيه تقصد اليوم؟ في الاربعينيه طبعا، واليوم يعني شهدت ايضا يعني جموع وحشود كبيره مليونيه. وعندما نتحدث عن هذه الثوره المباركه والسيره العطره لسيدنا الامام الحسين عليه السلام، فأؤكد مرة أخرى بأن الحسين عليه السلام هو ملك لكل الإنسانية، وحري بنا أن يكون وبسيرته وآل البيت الكرام لكل المسلمين باختلاف الطوائف والقوميات. ولهذا نجد اليوم بأن الزعيم الوطني وزعيم أهل السنة والجماعة جناب الشيخ خميس الخنجر رئيس حزب السيادة كتب يقول: استشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه درس دائم في قوة الحق ورسالة إنصاف للمظلومين مهما كان لونهم ومعتقدهم،
وهنا نذكر والكلام لجناب الشيخ خميس الخنجر زعيم أهل السنة والجماعة في العراق، نذكر الجميع بضرورة صياغة عقد مجتمعي رصين ينصف المظلومين ويضع حدا للظالمين. يعني هذه الجملة الأخيرة، وهنا نذكر الجميع بضرورة صياغة عقد مجتمعي رصين ينصف المظلومين ويضع حدا للظالمين، رجع لي زمن المخرج بس وقف الصورة ورجع لي، أراد أن يقول جناب الشيخ خميس الخنجر أن من يسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين خرج شنو؟ يعني شنو سبب خروجه ومجيئه باتجاه العراق ومن ثم واقعة الطف واستشهاده وعدد كبير من آل بيت النبوة الكرام؟ خرج لإنصاف المظلومين، خرج للقول للظالم كفى، كافي ظلم، كافي فساد. فإحنا الآن إذا سائرين على نهج الإمام الحسين عليه السلام مهما كنا بالسلطة أو خارج السلطة، علينا أن نقول للظلم كفى، علينا أن ننصف المظلومين. يعني هل يرضى الإمام الحسين عليه السلام وجود أكثر من 65,000 بريء في المعتقلات والسجون نتيجة مخبر سري كاذب؟ أكيد الإمام الحسين عليه السلام لا يرضى بذلك، ولو كان بيننا اليوم لكان ثائرا مناديا بإنصاف المظلومين. من يسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام يجب أن يكون مبادر ومسرع بإنجاز قانون العفو العام عن الأبرياء وإنصاف الأبرياء. من يسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام لا يرضى أن يكون هناك مهجر داخل بلدنا العراق ولا يستطيع العودة إلى 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 بيته وإلى قريته وإلى إلى إلى سكناه. من يسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام يجب أن ينصف عوائل المغيبين، أن يقول لهم الحقيقة، أن يسعى لمعرفة مصير أبنائهم وين، ببزيبز وبالرزازة وبجرف الصخر وبغيره وبالضلوعية، ذولا بشر. فمن يسير على خطى الإمام الحسين عليه السلام أن يحقق كل ذلك. الإمام حسين عليه السلام لا يرضى أن يكون لدينا 20 مليون تحت خط الفقر، يعني تقريبا نص المجتمع العراقي. لا يرضى أن يكون لدينا أكثر من 20 مليون أيضا نفسهم خط الفقر وماكو شغل. لا يرضى أن يكون الشباب لا خدمات لا شغل لا مستقبل وغرقانين بمن يصدر لهم المخدرات والجريمة لتغيب عقولهم. الإمام الحسين عليه السلام لا يرضى بذلك. فعلينا بالفعل كما قال جناب الشيخ خميس الخنجر زعيم أهل السنة والجماعة في العراق ورئيس حزب السيادة وأمينه العام، هنا نذكر الجميع بضرورة صياغة عقد مجتمعي رصين ينصف المظلومين ويضع حدا للظالمين. فهذه الجملة هي عطف على الجملة الأولى بأن استشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه درس دائم في قوة الحق ورسالة إنصاف للمظلومين مهما كان لونهم ومعتقدهم. جناب الشيخ خميس الخنجر أيضا تطرق إلى ما حصل من حادثة في جامع عبد الله بن عمر في بغداد السلام، حيث قال بأن هذه الحادثة هو ظلم وتجاوز وفتنة مقصودة يجب على العقلاء وقفها. ما حصل في جامع عبد الله بن عمر في بغداد السلام ظلم وتجاوز وفتنة مقصودة يجب على العقلاء وقفها، وهذا بالفعل ما تحقق. كلنا شفنا كيف استغل ما حدث في جامع عبد الله بن عمر في حي البنوك ببغداد من الجيوش الإلكترونية والذباب الإلكتروني والصحف الصفراء والمواقع الصفراء لبث روح الطائفية المقيتة. لكن العقلاء تحركوا بسرعة، فجناب الشيخ خميس الخنجر قاد مباشرة ونخبة من عقلاء مجتمعنا من رجال الدين والمجتمع تحركوا لوأد هذه الفتنة، والحمد لله هذا ما تم. وشفنا هذا الفيديو أنه تم الصلح، فإجا الشيخ مصطفى البهادلي اعتذر لإمام وخطيب الجامعة، وإمام وخطيب الجامعة قال إذا أي خطأ صار أنا أيضا أعتذر
وعلى راسي، وهذول العراقيين، هو ذول العراقيين، رجع زي منخرج، هم ذول العراقيين، ماكو ان شاء الله الفتنه الان توأد مو مثل قبل. يعني ب 2006 لا اللي كان يقود يفتهم بال 2006 وحتى ب 2013 و 2014 ولا المجتمع يعني فاهم شنو الموضوع. لكن الان احنا بعد دروس 2006 وبعد دروس 2012 و13 و14 من المستحيل يرجع واحد يبث روح الطائفيه، اللي راح نصدى له بوجود رجال ووجود قاده حكماء. فجناب الشيخ خميس خنجر تحرك بسرعه وتم وأد الفتنه، والحمد لله والشكر. خلينا نشوف هذا الفيديو من بدايه صور وصوت. ولا عاد سوي شيء. رجع تدر الشيخ مصطفى سكت القصة. رحمة الله عليكم. التجاوز صار على أخوي أنا شيء. بارك الله. أنا هاي وعمامتي. والجرح عالي الجرح وين ما يكون أنا بوسه. قوان قوان إن شاء الله. اثنين أخوي إحنا اللي صار علينا الموضوع صار كأنه ما صار طائفي. وراح. ويا أخو. الله يبارك بكم. ما هو هذول العراقيين؟ الله يبارك بكم يحميكم ويعد الفتن ما ظهر منها وما وطن على جميع أبناء شعبنا العراقي. حقيقة الكهرباء يقول لك نص العراق طافي ونص ينتظر. يعني مو غريب أنه الوضع الكهربائي بهالسوء، وإحنا قلناها مرة ومرتين وثلاثة. فكروا على السنة الجاية. هسا واحد يقول لي يا أنور وهم راح نفكر. يا أخي فكر صح، المهم تشتغل صح. إحنا ما طول شغل مخربط، الغزل يطلع مخربط يعني ما يرام. وياي كبير مراسلي قناة الفلوجة الفضائية الغراء الأستاذ علي عبد الكريم، وهو واحد من أهم الصحفيين الاستقصائيين في العراق و من الذين يبحثون عن الحقيقة، ولربما أيضا هو ثقة الناس بالأستاذ علي عبد الكريم أنا شايفها، لأنه هو يقدم الحقائق بشكل سهل حتى الناس تفهم الحقيقة. وأيضا شفت أنه الكثير من المسؤولين وعلى رأسهم السيد رئيس مجلس الوزراء الأخ السوداني والوزراء يثقون بما يقوله الكبير مراسلي قناة الفلوجة الأستاذ علي عبد الكريم، وكل كوادر قناة الفلوجة الإخبارية بقيادة مدير أخبار الأستاذ علي الذهب الصحفي الاستقصائي العراقي الكبير، لأنه يقدمون نشرة إخبارية متكاملة بها الحقيقة، ليس بها أي مبالغة أو إخفاء، وإنما الحقيقة بالكامل. أستاذ علي حياك الله، شنو الوضع يمك؟ تفضل حياك الله، سعيدين أن نلتقيك مجددا في استوديو التاسعة. تحية طيبة لك أستاذ أنور ولكل مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية. يعني يبدو أنه اليوم هي ليلة أخرى من ليالي سقوط الكهرباء في العراق. نعم. في بغداد ظلام دامس، حتى الشوارع الرئيسية غائبة عنها الكهرباء. معاناة كبيرة اليوم في بغداد، انقطاع الكهرباء تزامن معها انقطاع الماء أيضا، وعللت يعني الموارد المائية أو دائرة ماء بغداد بسبب انقطاع الكهرباء أيضا انقطع الماء في بغداد. بالتالي هذه المشكلة وهذه المعاناة المستمرة في كل صيف يجب أن يكون لها حل. الانقطاع الكهرباء اليوم يعني أثر بشكل كبير على المواطنين، خاصة وأنه اليوم عطلة رسمية، فبالتالي المشكلة كبيرة والمعاناة أيضا كبيرة. المواطنين هنا في بغداد وأيضا في جميع المحافظات العراقية ينتظرون حلول عاجلة، إنهاء لكل الحلول التي كانت والتي وصفت أيضا بالترقيعية، ينتظرون النتائج بشكل عاجل. البعض يعني بدأ يحتاج والبعض ينادي بضرورة أن تكون هناك احتجاجات لحل هذه المشكلة وهذه المعاناة المستمرة. هي مسلسل الكهرباء الذي لا يتوقف، ويوما بعد آخر تكون هناك يعني مشاكل. اليوم كما حدث حريق يعني في البصرة، وهناك أيضا في صلاح الدين مشكلة تخريبية كما تحدثت وزارة الكهرباء. شكلت لجنة تحقيقية، العراقيين بدأوا يسخرون من هذه الجملة، موضوع اللجان التحقيقية دون أي نتائج واقعية. يعني الكثير من اللجان التحقيقية في الكثير من الحوادث لم تعلن أي نتيجة للمشاكل، ولم تعلن أي نتيجة بخصوص هذه
اللجان التحقيقية التي دائما ما تكون. بالتالي اليوم ينتظر المواطن العراقي حلول حقيقية لأزمة الكهرباء وأيضا أزمة الماء اليوم، وخاصة نحن اليوم في ذروة صيف، بالتالي اليوم الكهرباء والماء ينتظرون العراقيون حلول عاجلة لهذه المشاكل، ويتحدثون عن خطوات وزارة الكهرباء، هي خطوات ترقيعية لغاية الآن لم يقتنع العراقيين بما يخص ذلك، والكثير من العراقيين اليوم خاصة في بغداد يتحدثون أن المشكلة حدثت في جنوب العراق. لماذا اليوم؟ هل من المعقول أنه يعني ترتبط بغداد والمحافظات الأخرى بمحطة واحدة هي في البصرة؟ فبالتالي نحتاج إلى حلول أكبر. التعاقد مع شركات كبيرة مثل سيمينز، جنرال إلكتريك هو مطلب رئيسي بات اليوم. وأيضا بما يخص الغاز الإيراني يتحدثون عن ضرورة أن تكون هناك محطات لأن يكون هناك غاز عراقي. لماذا الغاز العراقي اليوم يحرق في السماء كما نشاهدها؟ بالتالي استغلال هذه الثروة الكبيرة اليوم وأن تكون هناك يعني حلول حقيقية لهذه المشكلة. أيضا يعني لجنة الطاقة النيابية تحدثت أنها سترسل أكثر من وفد لأكثر من محافظة وأكثر من محطة، سيتم استبدال بعض المدراء العامين بعد هذه المشاكل المتكررة. لكن يعني المواطنين أيضا يعني بدأوا لا يصدقون ما تتحدث به. طيب سأل علي، آسف على المقاطعة، جميع الأسباب هي متفضل، آسف على المقاطعة، لكن برصدك ما هو موقف سيد رئيس مجلس الوزراء؟ يعني هل تابع الموضوع أنه هذا الانقطاع لربما هو الأكبر إلى الآن خلال فصل الصيف؟ يعني ماكو أي إجراء مع وزارة الكهرباء، وزارة النفط، يعني معقد اجتماع، ما راح زار المحطات، ما طلع بموقف إلى الآن الأخ السوداني حسب رصدك اللي شفته؟ لغاية الآن لم يعلن عن أي موقف رسمي. وأيضا يعني المواطنين اليوم في بغداد بدأوا يطالبون بإقالة ربما وزير الكهرباء، وزير النفط، من يتحمل مسؤولية ذلك. اليوم هناك مطالبات بإقالة من يتحمل مسؤولية ذلك، أكثر من 6 أشهر مرت على الحكومة. بالتالي كان من المفترض أن تكون هناك حلول عاجلة وحقيقية وأن يتم رصد كل ذلك وأن يتم توقع ذلك، خاصة في ذروة الصيف. نحن مقبلين على شهر آب، وهنا يعني كما يسمى آب اللهاب، بالتالي أيضا ستكون هناك ارتفاع لدرجات الحرارة. فيعني يجب أن يكون هناك حلول عاجلة، يجب يعني استمرار انقطاع الماء والكهرباء بهذه الطريقة. اليوم يعني حتى الظلام في بغداد وفي الشوارع الرئيسية يذكر العراقيين بأيام 2003 و2004، وكأننا عدنا إلى الخلف. يعني بالتالي الموضوع صعب، ويجب على الجهات المعنية أن تتحرك سريعا لتدارك هذه الأزمة. وربما إذا ما استمرت هذه الأزمة لأوقات أخرى سنشاهد احتجاجات كبيرة في بغداد، وهناك من بدأ فعلا يؤدي يعني يحشد لمثل هذه الاحتجاجات في ظل استمرار هذه الأزمتين، لأن الموضوع كبير ويمس حياة المواطنين بشكل مباشر للأسف الشديد. الأستاذ علي عبد الكريم، كبير مراسلي قناة الفلوجة الفضائية والصحف الاستقصائي المهم في العراق، شكرا جزيلا لكم، وسعيدين أن تكون دائما ضيفنا في استوديو التاسع حتى تنور الناس، يعني رغم انقطاع الكهرباء لكن تنورهم بالحقائق، ويا ريت نشوف إجراء من الأخ رئيس مجلس الوزراء عاجل. يعني شكرا أستاذ علي، بارك الله بك، ويا ريت يا أخي رئيس مجلس الوزراء يعني الناس تريد يشوفك موجود. يعني ترى الناس صح من تنقطع الكهرباء، لكن من يقولون رئيس الوزراء ترى راح زار وزارة الكهرباء، قاعد بالمحطات، شاف شنو هاي الخريطة تطلع على الجو، هيك تطلع الخريطة هاي بيها نقاط وما ادري شنو، ويقول لك هاي مثلا وش قد الطاقة وش قد التحميل. يا اخي الناس يصير عندها ثقة، فانا ارجوك ابو مصطفى، ارجوك لا تضيع هاي الفرصة مثل ما ضيعها غيرك. والله يا رجل، والله يا رجل لا تضيعها، والله لا تضيعها، والله العظيم اللي يصير بهالمسؤوليه، والله اللي ما يشتغل صح ارجع لي قسما بالله، اللي ما يشتغل صح بعدين يعض اصبع الندم. يا اخي رئيس وزراء، والله العظيم كل هذا العراق. نتمنى انه يصير عندك اجراء سريع حتى تحل هذه الازمه. حقيقه بملفنا الثاني انا راح اقدم لكم فيديو، وبعد هذا الفيديو راح يكون ويانا ضيف. عندك الفيديو؟ اعرض صورة وصوت، روح.
رئيس عرفات مبارك ناظم عبد الحسون كوج مهايل الفرقه الاولى سيدي. اهلا وسهلا. يا مرحبا. شلونك سيدي العزيز؟ شلون احوالك؟ شلون صحتك؟ انت شريف جيناك. الله يحفظك. انت رئيس عرفات. نعم سيدي. ولقيت كيلو ذهب؟ مصوغات ذهبيه لقيت كميه كبيره، يعني القلاده وصلت لي الى التشعمات القديمه. رجعت للبيت مره ثانيه لقيت ارقام موبايلات، دقيت على ثلاثه مغلق، الرابع حصلته. ان قال احنا نشكركم وانتم اخوتنا وعلى راسي. بعدين رحت خابرت طارق فرقه مالتي، فصار التسليم عن طريق الاهلين عن طريق السيد طارق فرقه. ايش قد وزنهن تقريبا؟ يعني فوق النص كيلو، ثلاث ارباع الكيلو. ومن بعدها لقيت يعني قلاده صغيره، من بعدها نقلت شهيد سكرتير القائد الوحيد انا طبيت له بنص المعركه. انت الجندي الشجاع الامين. اني سيدي اني اشكرك. اني هاي ارفع عن شان وزارتي، واني اضحي جاي اخدم بلدي، وش اسوي قلي مقصر بحق بلدي. الله يحفظك ويحفظ عائلتك، وهذا فخر للجيش. هو هذا الجندي العراقي الصحيح، هو هذا الجيش العراقي الصحيح، الجندي الامين اللي هو انت. انا بخدمتكم. الله يحفظك. وعد عيناكم سيدي، واكون وفي الى اخير قطره دم. انت بطل. أنا حقيقة هذا الفيديو لرئيس العرفاء المقاتل بارق ناظم عبد حسون المنصوري، واللي كان وياه هو المقاتل وزير الدفاع السابق الأستاذ عرفان الحيالي، تحياتي واحتراماتي له ولشخصه الكريم. لكن هذا الفيديو وما حدث من بعده للمقاتل بارق، أريد أسوي كابشن دكتور علي زكي وأستاذ أثير، قصة المقاتل بارق. هو هنا مكتوب نائب ضابط. قصة المقاتل نائب ضابط بارق المنصوري من استوديو التاسعة إلى رئيس إلى القائد العام ووزير الدفاع، إلى القائد العام بين مزدوجين السوداني ووزير الدفاع ثابت العباسي. فأنا أرجو من المقاتل وزير الدفاع السيد ثابت العباسي متفضلا أن نتابع هذا الجزء من الحلقة، وعلى مكتبكم الموقر، ومن جانبنا على المهندس أحمد الحمداني وعلى خلود الزيادي ودكتور علي زكي أن يرسل هذا المقطع إلى مكتبي وإلى سيادة اللواء يحيى رسول المتحدث الرسمي باسم القائد العام القوات المسلحة، سيادة اللواء المقاتل بطل يحيى رسول، وإلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، وإذا عنده مكتب قائد عام القوات المسلحة السيد السوداني. قصة هذا المقاتل أمام أنظاركم، أمام أنظاركم. حياك الله أخويا بارق، وسعيد أن ألتقيك وأسمع منك قصتك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بك. انا كلمني قبل ما تكمل جناب الشيخ عداي الغريري حقيقة متفضلا حفظه الله، هو اللي نورني وعرفني بالقصة. فأنا اليوم أمام المسؤولين وأمام الشعب أترك لك أن تحكي كل اللي عندك، تفضل. السلام عليكم أستاذ أنور، عظم الله أجورنا وجاركم بمصاب سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. عليه السلام. إني المقاتل بارق ناظم عبد حسون، التابع إلى فرقة 17 اللواء 55 وزارة الدفاع. نعم. أني أستاذ أنور، أنا جريح حرب،
ومن بعد هاني تدري هسه عرضت المقطع الفيديو، فأناشيد السيد القائد العام للقوات المسلحة وأناشيد السيد وزير الدفاع. عرض صورتهم واحد وراء واحد الزميل المخرج. نعم. يعني بس أريدهم يستضيفوني السيد وزير الدفاع المحترم، ما قصر الرجال، استضافني في المكتب الحالي الأخ ثابت العباس الحالي استضافه أمر إيه قبل شقد أو تعاطف وياي كأني جريح قبل 4 أشهر وصدر كتاب، لحد الآن الكتاب ماكو. الوزير صدر كتاب قبل 4 أشهر والآن ما تنفذ. الوزير نعم ثابت العباس المحترم صدر كتاب قبل 4 أشهر وما يتنفذ. والله يا عمي هو لحد التوقيع بيا لون الأخضر لو الأحمر. والله هو كتب للإدارة يا أستاذ أنور، حوبة اللون أخضر لو أحمر، ترى 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 لحوبة يا وزير الدفاع. ليش ما ينفذون قراراتك وليش ما ينفذون؟ أستاذ الرجال ساعدني وتعاطب معي، واللواء يحيى رسول مشكور، يعني ما جاي يقصر ويا يحيى رسول للأمانة. منو اللي ما جاي ينفذ أمرهم؟ رجل شريف. منو اللي ما ينفذ أمرهم؟ نعم. هو أمين ومهني يحيى رسول، إنسان مهني ويستقبلني برحابة الصدر. والنعم منه. للأمانة السيد رئيس أركان الجيش المحترم. بطل. يعني نحكي الإيجابيات. ما قصروا وياي، يعني كانوا كل 10 أيام النقل يرجعني المكاني. تحية للفريق الأول الركن رئيس أركان الجيش عبد الأمير جار الله. إنسان شريف. بطل. نعم. أنا ويا من 2004 خدمت وياك حماية من 2004 في الأنبار وفي الموصل. إنسان شريف ونزيه. فمن الآن أناشد الخيرين، أناشد السيد القائد العام للقوات المسلحة، أناشد وزير الدفاع. يعني أنا بينكم اعتبروني غلطت، أنا رجال جريح ما أقدر شظية بالعمود الفقري، لا أقدر أشتغل، لا أقدر أمشي، وعدي جهال بلاتين برجلي. يعني أني قاعد إيجار ما عندي. يعني أنا أطلب منهم أن يقابلوني ويحلون مشكلتي. أخوي بارق بس اسمح لي، أنت قلت الوزير نعم. وقع لي قبل 4 أشهر وما تنفذ، أنت مو هالشكل قلت؟ إحنا نريد نسأل أستاذ أنور، هل بالفعل منو ما نفذك؟ إذا أنت شايف المقاتل اللي هو يحيى رسول، شايف المقاتل وزير الدفاع، منو ما نفذك؟ سان مو ما نفذوا لي الكتاب، لحد الآن ما وصل. ما وصل الكتاب لحد الآن ما وصل. لحد الآن ما وصل. وين يوصل يفترض؟ ما وصل. والله ما أدري سان. الكتاب لحد الآن ما وصل. سألت على الكتاب. والله جاي أسأل. اي طبعا اخابر يوميا، كل 4 أيام اخابر الضابط الاداره مالتي، يقول لحد الان ما وصل. هي شنو قصتك؟ ممكن تشرحاني؟ سمعتك تقول كيلو ذهب واخلاء احد الشهداء، ممكن تقدمها للناس حتى نفهم قصتك شنو؟ استاذي العزيز استاذ انور تفضل خادمك. اني هسه احنا بقناه اعلاميه وبالمؤسسه عسكريه. نعم ماشي. فاحنا يقولون الجندي ما يصير يحكي بالاعلام. انا الشرف يكوني صحيح يكون للشرف التقي بالسيد القائد العام للقوات المسلحه او وزير الدفاع كأنا بينهم، خلي يشوفوني يعني مسؤول على السيد رئيس الوزراء او بالعراقيين. خل انا هسه ابنا يجي يدز عليه يشوفني، يجوز أنا غلطان، يجوز أنا مذنب، يقعدني بمكتبه وأشرف أكون يمه ومقاتل وجريح وعدي موقف وطني. نعم. طيب أنت ممكن موقف عدي وطني أنت ممكن تقدم لنا نعم. المسموح أن يتحدث به بالإعلام، شنو مظلوميتك؟ ممكن تشرح لي شنو موضوع الكيلو ذهب؟ أستاذ مظلوميتي وشنو أستاذ أني شون وين خدمت وشنو اللي صار والآن أنت محال على التقاعد بعد الإصابة لو لا تفضل.
لا ما محال على انا طرد مطرود من الجيش رح المحكمه طردتني واني ما موجود انا دوره بالقوات الخاصه اجيت من الدوره قالوا اتن حكم الطرد من الجيش يا رجل اشرح شنو اشرح القصه اشرح القصه شنو القصه مالتك حتى نفهم الناس اي انا اداوم استاذ انا اداوم انا اداوم رحنا دوره البلوه 55 سريه مغاوير رحنا دوره للتاج قوات خاصه نعم. كل سنة نروح دورة يا سنة هاي الحكي 2021 تمام منو كان الوزير الوزير السيد جمعة عناد تمام بعدين صار بعدين رحت للوحدة قالوا عمي جا كتاب بيك طرد التاه طبعا الوحده السبب. للامانه فرقه 17 ما لها دخل بهذا الموضوع انا الكتب مرفوعات قبل ما اجل هاي الفرقه للامانه يعني استاذ الفرقه 17 ما لها دخل بهذا الموضوع اللي هسه انا ما للطرد نهائيا تهمه الطرد شنو يعني اسباب تهمه شنو؟ الطرد استاذ انا هاي تقال انا عندي مريض مصاب هاي التقارير مالتي نعم هاي والدتي مريضة خوش حاج استاذ انوار تمام يعني افتهم انت طردت لانه انقطعت عن الدوام بسبب انه والدتك مريضة لا 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 ما انقطع استاذ مو انقطع عن الدوام استاذ انوار يا اخوي تشرحها ما افتهم انا والله لا تزعل مني انا ما اخذت اخذت اشرح لي اياها شو حتى اجمع فلوس من ابو صاي استاذ انوار اخذت فلوس ها اخذت فلوس من ابو صيرفة كوش سددت دعوه مدنيه تمام ما يصير اطرد عن هالدعوه المدنيه صحيح ولا هي انت عندك دعوه مدنيه جراها انت طردوك من الخدمه بس هاي طلعت لي استاذ انور هاي طلعت لي قبل 4 سنين انا 4 سنين اداوم واطلع راتب 4 سنين اداوم واستلم راتب ماكو هيك عليه من بعد من صارت عندي هاي الحادثة ماشي قمت يومية فرقة وأخاب السيد رئيس أركان الجيش المحترم يرجعني ينقلوني يعني أنا خادم 22 فرقة 16 فرقة 9 فرقة 19 يعني من 2018 أنا خادم 4 فرق وخمس علوية يومية مكان طبعا هاي كان السيد القائد فرقة البطل جليل الشريفي اللي حاليا هو معاون قائد عمليات الجزيرة والبادية تحياتي إله كان مساندني كنت أتعرض إلى ضغوطات وهو يحل شكل ضغط يدز عليهم للفرقة ويشكل مجالس تحقيقية ويحل الضغوطات مالتي تم يسمعني هسه هو اللواء ماشي استاذ انوار اللواء شو اسمه هاي ورا مال الذهب شو اسمه اللواء اللواء الركن الركن اللواء الركن البطل الشريف اللواء الركن جليل الشريفي معاون قائد عمليات الجزيره والباديه هاي صورته بشوف الصوره هاي صورته هسه راح تطلع الصوره شوفها يمك بالتلفزيونيه هاي صورته عرض الصوره يا اخوي هو ايه استعد له لان قائد شريف وبطل وشجاع حرك كاميرتك يا ضرغام استعد له يستاهل 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 طب ماكو بصوره استعد له اي حر اي اي كمل نروح له يا اخوي استعد له لان شريف وبطل وشجاع وطبعا استاذ انور رجع الصوره مال المقاتل يعني اللواء الركن البطل جليل الشريف والنعم منه أي. أي. تحياتي إله نعم. علمنا الأبوة وعلمنا يعني التلاحم نعم. والوطنية والإخلاص بعملنا زين أستاذ أنوار أي أسمع. هذا رجل شريف للأمانة أي. رجل شريف للأمانة أي. زين أستاذ أنوار فمن بعدها ضغوطات يعني أنا ما أرد أسولف للإعلام شوية يقولون أنت منتسب فأطلب من السيد القائد العام للقوات المسلحة أن يدز علي ويحل قضيتي لأن أنا جريح
استاذ انور انا هسه حاليا خلنا احكي لك وضعي، رجال لا اقدر اشتغل، عاجز عن العمل، يعني انا في بلاتينيوم. انت 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 من أهل، انت من اهل الحله مو بالضبط؟ من الحله لو من وين؟ من اهل الحله. نفس الحله؟ من الحله. من الحله اي نعم. هسه شنو جاي تشتغل هسه؟ ايش قد صار لك؟ ايش قد صار لك يعني قاعد؟ ما اقدر استاذ 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 انور. نعم. انا حاليا ما اقدر اشتغل، تدري ليش؟ لان شظيه بالعمود الفقري ما اقدر ادنك. لا حول ولا قوه الا بالله. بلاتينيا بقدمي هاي موجوده، خلي حيلوني على التقاعد. هسه انا عندي اربع جهال وعندي مريض. طيب وزير الدفاع، وزير الدفاع ما طلبت منه؟ لا ايش طلبت من وزير الدفاع انت من التقيته قبل اربع اشهر؟ والله طلبت يرجعني وتعاطف وياي الرجل. يرجعك لو تقاعد يعني يا انسان. يا بارك دوختنا، تريد تطلع تقاعد ولا تريد ترجع للخدمه؟ كل شيء انا قابل بيه. تمام. اريد يرجعوني للخدمه، الشرف اخدم بلدي. تمام. يكون للشرف. تمام. يعني اسالك سؤال، يعني انت انت لو تلتقي السوداني، لو ما تلتقي غيره، لو يعني لو الاستاذ ثابت العباس اذا التقاك هم زين؟ يكون للشرف. وزيري وزيري الوزير وزيري. ليش 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 تحبون السيد ثابت العباسي؟ ليش تحبون انتم الجنود والضباط والنواب والضباط؟ ليش تحبونه امانه الله؟ شو والله ليش تحبون السيد ثابت العباسي؟ شو فرق بتعامل الابوي وياكم عن بقيه الوزراء السابقين مع الاحترام لهم؟ اني مع اني وزيرين تعاملوا ويانا مهنية. من السيد عرفان الحيالي والنعم منه، عرفان الحيالي والسيد ثابت العباسي والنعم منه. زين والنعم منه. وتحياتي الى وتحياتي الى اللواء البطل يحيى رسول. لا بتجيب لنا صوره وتحسين الخفاجي للامانه. سياده اللواء تحسين الخفاجي تحياتي. ما يقصرون سياده اللواء يحيى رسول، عندكم صوره؟ ما يقصرون. اي والله والنعم منه. والله الرجل والله الرجل تفاعله ايجابي. بس انا اللي استغربته بالبدايه انه تقول لي توقيع اربع اشهر وما ادري وين صار. طيب يعني انا مسؤول عن كلامي. إيه؟ انا مسؤول عن كلامي. مسؤول عن كلامي. الى طلع مو اربع الى مو طلع مو اربع اشهر. طيب انت ما حكيت لنا قصه الذهب شنو يا استاذ؟ قصه الذهب شنو هاي؟ الذهب احنا جيت. احنا عندنا في التحرير، في التحرير نداهم في منطقة الصقلاوي بالفلوجة. تحياتنا سيادة اللواء، تحياتنا سيادة اللواء. سيادة اللواء البطل يحيى رسول متحدث الرسمي باسم القائد العام قوات المسلحة. اي بارق اسمعك اخوي، انت انت جاي تحكي التحرير يعني مو ساحة التحرير، انت تحكي التحرير عمليات التحرير. لا 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 الفلوجة، التحرير الفلوجة. عمليات التحرير اللي صارت في الفلوجة 2016 هذا حكي 17. نعم. فأبلغت مباشر فأبلغت مباشر السيد قائد الفرقة جليل الشريفي. أي نعم. ساعة إيش قلت لي أنت؟ وين لقيت هذا الذهب؟ كتب مدامل بالفلوجة يعني بيت بمحاشي؟ لا 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 احنا أنا بوقتها رئيس عرفاء السرية الأولى. نعم. أنا بوقتها رئيس عرفاء السرية الأولى. تعرف احنا بالتفتيش نطب ببيت نستخدم يعني كأنما بيتنا. كأننا نحرص عليه كأنما بيتنا. نستقر بالبيت. ف بيت يعني فارغ هو كان بيت فارغ لو أهله بي. لا 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 ما بيه أهله أستاذ. ما بيه. وين لقيت الذهب؟ لا شلون نقبل؟ وين لقيت الذهب؟ لقيته جوا الشرباية. ضامينه يعني جوا الشرباية يعني ضامينه. فأنا شلته مو أكو إحنا أنا خفت أكو قوات قلت خطية شلته وأخذت أرقام خطوط مال أرقام لقيت مال الشركة أستاذ أنور. اي كمل يعني شو ارقام اشرح لي كارتات مال الشركه. اي سيب كارتات زين. اي فرحت يم السيد قائد الفرقه البطل. اي رحت يم السيد قائد الفرقه البطل شجعني على هذا الشيء زاد عزيمتي. ايش قلت له؟ ايش قلت له قائد الفرقه؟ قلت له لقيت ذهب ولقيت وياه فلوس الذهب. انا خابرت
خابرت استاذ خابرت تليفونيا اي خابرت تليفونيا والذهب يعني المن سلمت القائد الفرقه لا 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 اكو الاهل استاذ الاهل طينا لقيتوا اهل بعدين اهل لقيتهم بالفلوجه ولا بغير مكان بعد لقى اي نعم نعم من يا عمام اهل طلعوا اهل هذا نعم تعرفت عليهم اعتقد حلبوسي 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 وسلمتهم سلمتهم الذهب بالكامل ما ناقص شيء ايه بس ايه يعني شجعنا السيد القائد القائد شجعني وكرمني وقال لي والله يعني زاد عزيمتي واصراري زين استاذ انوار ايه ف انتهت مرحله الذهب وانتهت بس بعدين يعني ورا ما كرمني السيد الوزير ونقل القائد مالتي اللي كان من اقول لك خافك وجماعه اخافك وجماعه الله ما بيننا وبينهم رادوا يحسمون الذهب وانت سلمته وزعلوا عليك هسه استاذ استاذ احنا قلنا يعني نتحفظ على الكلام يا ابا يم الوزير ويم حكيت للوزير هذا الكلام حكيت للوزير حكيت للوزير استجاب لي اي الوزير كأنه ما تحكي ويا ابوك يعني هيك يتعاطف وياك تمام انت هسه يعني يقول لك هاك مصر يعني من تروح له يقول لك هاك غداك يقول لك هاك غداك يعني يقول لك شلون تخلي ما تخليه يصعد بالمر يعني انسان شريف بس مو هي مو بس المره الجايه بس المره الجايه اذا 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 سياده الوزير التقاك هالمره ان شاء الله دز لنا فيديو قول له نريد فيديو قول له انور حمدان يسال يقول ما لقى الصوره ويا السيد ثابت العباسي فريد المرة فيديو وريد المرة حوبة التوقيع التوقيع من يتوقع الوزير من يتوقع احنا الان بزمن مختلف ما يحتاج 4 أشهر احنا ما جاي ندزه بالبايسيكل ويا بالبريد كتابنا وكتابكم الان بلحظة الكتاب منا يوصل لهنا بالواتساب استاذنا فانا اتمنى من السيد الوزير انه يسأل ليش التأخير ليش البيروقراطية استاذنا هو رجل استاذنا الوزير شو يصير الوزير ترى مشاغله استلم الوزاره مشاغله هي الوزير مو بس هي يعني هي ايش قد مرحله من العمر يا اخوي ايش قد مرحله هاي يتحملها لعش شنو يعني ليش المسؤوليه سهله ليش الله من راح يوقف المسؤول مو جاي اقول لك استاذ لا يتحمل استاذ الخلل مو بالوزير استاذ الخلل مو بالوزير الوزير خومات طب له قبل استاذ الوزير اكو سلسله مراجع تطب للوزير ويستقبلك الوزير الرجال اللي يلقاك بالشارع ينزل لك يوقف لك ايش محتاج ابني الخلل مو بالوزير بمن احكيها صدق بمن اكو خلل اي اكو خلل بمن والله دحكيها هو يسمعنا الان هسه وحاط الشاشه ويسمع استاذ العزيز استاذ اكو جهات ما يعني اكو ضباط يقول لك ما تطب للوزير الوزير طالع اسمع تمام. تروح لك الضابط تمام. لو تتصل بالسيد يحيى رسول يقول لك راح اسوي لك لقاء راح اسوي لك بس امانه الله سياده اللواء يحيى رسول انا شايف المقاتلين كلهم يشيدون بانه الرجل ما يقصر وحق رجع له صوره يعني سياده اللواء يحيى رسول يستاهل البطل اي شو تقول يعني انا جاي اقول لك ضباط بوزارة الدفاع كلهم اكو ناس محبة لوطنها وتعمل ليل ونهار ومخلصة وتحية الى اللواء البطل يحيى رسول شو لا وين التحية العسكرية شو ما وقفت هالمرة غير توقف تاخذها استعد لاستعداد وين يا ابو ضرغام يا مصورنا السيد اللو ضرغام الموسى وسيد ضرغام عدل الكاميرا خليك واقف ما عدل الكاميرا رجع له اي عافية رجاله ايه شو تقول يعفي عليك احكي استعد له كل هو والسيد الفريق الركن عبد الامير رشيد يا الله والنعم منهم يستاهل قائد ونظيف ونزيه وعراقي اصيل والنعم منه سياده رئيس اركان جيش ابو الجيش العراقي ويحمل جنسيه عراقيه فقط كلهم يحملوا ولا الى مكان في اي مكان كلهم قادة جيشنا ما عندهم غير جنسية العراقية واحدة. كل قادة جيشنا الباسل ايه كلهم جنسية ايه واحدة بس والنعم منهم ايه انا اقعد اريد واحد يريد يحكي وياك اقعد استريح بارك الله بك
سيادة الفريق، سيادة اللواء البطل يحيى رسول ويانا مباشرة عبر الهاتف. سيادتك السلام عليكم. سيادة اللواء اسمعك اذا تسمعني يا جماعة الصوت. الو استاذ انور. سيادة اللواء حياك الله، حياك الله، اسمعك تفضل سيادتك. اهلا استاذ انور، شلونك؟ الله يسلمك سيادتك، الله يحميك ويبارك فيك. سيادتك الجو لك، الله يبارك فيك. انا يعني الحقيقه الاخوان بالمراقبه بالمركز الاعلامي الموقع الالكتروني لوزاره الدفاع، نعم سيادتك، خبروني انه حضرتك لقاء ويا احد المقاتلين، نعم، اللي هو بارك، نائب ضابط بارك المنصوري. نعم نعم سيادتك. فاني من خلال برنامجك اقول له اهلا وسهلا بك، ابواب وزاره الدفاع مفتوحه، توجيهات السيد معالي وزير الدفاع وسيد رئيس اركان الجيش انه نكون على تواصل مع مقاتلين الابطال. يتفضل يمنا باكر اكيد راح يكون شويه لود عندنا في يوم الاثنين. يوم الاثنين ان شاء الله بعد الساعه 10 صباحا. بعد الساعه 10 صباحا تسمع يا بارك؟ بارك تسمع سياده اللواء ايش جاي يقول لك؟ نعم نعم نعم. هو السيد اللواء يحيى رسول دائما بابه مفتوح. نعم. اسمع سيادة اللواء، السيد اللواء يحيى رسول. اسمع يا بارق، اسمع بالله عليك، خلي سيادة اللواء يكمل. ماشي اسمع اسمع للسيد اللواء. السيد اللواء يحيى رسول دائما بابه مفتوح. والنعم منه، بس اسمع بدون مجاملة. لأنه سيادة اللواء من يحكي هاي توجيهات عسكرية بها بعد، لازم تسمع أنت مقاتل بطل، اسمع سيادة اللواء. عفوا سيادتك، تحياتي للنائب ضابط بارق، تحياتي واحترامي. نعم سيادتك، اشرت لحضرتك. تحياتي لك سيدي العزيز التاج راسي. اي نعم سيادتك. لا العفو الله يسلمك. نعم. انه توجيهات السيد القائد العام قوات مسلحة المحترم السيد معالي وزير الدفاع السيد رئيس اركان الجيش. نعم. انه لازم تكون ابوابنا مفتوحه للمقاتلين. بارك الله فيكم. تقريبا يوميا يمكن اقول لك انا التقي بمقاتلين والتقي بالعديد من حتى المواطنين. نعم. وندرس الحاله مالتهم، واكيد السيد معالي وزير الدفاع والسيد رئيس اركان الجيش ما يقصرون باي مساعده لاي مقاتل. لهذا يجينا يوم الاثنين بعد الساعه 10 الى مديريه الاعلام والتوجيه المعنوي، وراح انطي اسمه عن الاخوان يسمعوني هسه ب الموقع الالكتروني. بارك الله بهم، بارك الله بهم. اسمه راح يكون النداء مالته كامل. نعم. يتوجه يمنا ونشوف قضيته. سيادتك هو يندل المكان لو يحتاج ندز لك تليفون. نعم، وزارة الدفاع اللي المدخل من يم وزارة التخطيط. مدخل من يم وزارة التخطيط. اندل دخول على المنطقة الخضراء. اندل. نعم. بارك خلي لعد كل الكلام، كل رسالك ماكو داعي تحكي بالاعلام، احكيهم سياده اللواء. سياده اللواء متفضل، اكو امكانيه تدز لنا ولو فيديو على اللقاء حتى يصير توثيق انه سيادتك وعدت، وهذا احنا متعودين عليه انه انت دائما تفي بوعدك حتى نعرضه يوم الاثنين. متفضل. حاضر، ولو اني يعني حقيقه الشغل مالتي انه احنا لجنودنا حقيقه متفضل هذا الموضوع انه اظهر بالاعلام انه اقابل احد، لكن هاي الخاطر متفضل تصور فيديو وانت ذكي. يعني متفضل سيادتك، وشكرا لكم ولكل قاده جيشنا وضباطنا والمنتسبين وعواسكم المقاتل رئيس اركان الجيش البطل والسيد وزير الدفاع البطل. شكرا جزيلا لسيادتك، شكرا جزيلا. تحياتي لك استاذ انور، وشكرا على جهودك. خادمكم انا جندي واحد منكم، الله يبارك لكم. شكرا سيادتك، شكرا بارك سيادتك. بارك يا بارك، بعد خلاص لا تحكي بالاعلام، روح يم المقاتل. وصلت انت بعد، وصلت سياد. استاذ انور بس اناشد، اريد اناشد بعد هم تناشد. اناشد انا لان سيادتي احتمال شغلتي ما اناشد. وصلت انت يم اللواء يحيى رسول. يا رجل بعد لا تناشد. تناشد من كمل شغلتك الاثنين ورجع قول. اي قول. واصل السيد اللواء المحترماني. واصل نواصل. انا وصلت الوزير الدفاع الحالي استاذ، أنا وصلت الوزير الدفاع الحالي وصدر بيه كتاب لحد قبل أربعة أشهر مو مثل أنا اليوم. ناشد اثنين. يقول من هو ومنو؟ عسرت خلص الوقت. أنا ناشد السيد القائد مقتدى الصدر قائد ناصر القرآن. أعزه الله. أي. ناصر القرآن. أي. وبعد. والمصلح الأمين. بارك والشيخ الله. خميس الخنجر. الشيخ. أعزه الله. خميس وصلت. الخنجر. ماشي.
بس أني قلت لك من برنامجك الشريف من برنامجك الشريف يلا يا أبو الغاب أريد السيد القائد مقتدى الصدر ايه؟ السيد القائد مقتدى الصدر السيد القائد مقتدى الصدر بارك الله بك أني يسمع صوتي وصلت أني يسمع صوتي هذا العراقي وصلت الشريف وصلت المصلح البطل وصلت الوطني أني يسمع صوتي ويدز علي بأسرع وقت قابل السيد اللواء واذا ما انحلت عود ان شاء الله ابو هاشم ما يقصر ابو هاشم ما يقصر يلا اشكرك شكرا لكم مشاهدينا نلتقيكم ان شاء الله يوم الاثنين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الساعه 9 حمداني راجع بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 صوت راعبهم وما قدروا يسكتوا الساعة 9 حمداني راجع بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 انور كاشفهم صوت راعبهم وما قدروا يسكتوا حتى الظالم صوت المواطن بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 صوت المواطن يتحدى الظالم